زي ما قلنا الانصاف لله تعالى ان في الكون رب وعبد. انت رب ولا عبد؟ عبد. شوف شغلك. ربنا جل جلاله خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، ولكن ادانا في الدنيا دي مجالات واسعة جدا للمشاغل والهموم. عشان كده قلنا الاعتصام بالعروة الوثقى لانقطاع عن المشاغل. الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة وجعل ما فيها فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة. قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تاني، ربنا خلقنا في هذه الدنيا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك وأعطاك الأدوات، أعطاك عينين وأذنين ولسان وشفتين يدين ورجلين قلب، وأعطاك هذه الأعضاء لتساعدك على عبادته. لولا الصلاة ما خلق الله لك هذه المفاصل، ما خلق الإنسان ولينت له مفاصله إلا للصلاة. يعني المفاصل دي لينة عشان تعرف تسجد وتركع، مش عشان تلعب، مش عشان. المهم إن ربنا جل جلاله قال في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى ربنا اداك الفلوس عشان تصلي وعشان تزكي، ربنا اداك المفاصل عشان تصلي عشان تركع وتسجد، ربنا اداك الزوجة والأولاد، اداك الهوى اللي بتتنفسه، اداك الأرض المبسوطة، اداك الأمور دي كلها عشان تعبده. بس هذه الأمور كلها لعبادة الله جل جلاله سبحانه وتعالى، لإقامة شرع الله، عشان تبقى عبد. زي ما قلنا الإنصاف لله تعالى أن في الكون رب وعبد. أنت رب ولا عبد؟ عبد. شوف شغلك. وتاني أأكد عشان ما يتفهمش كلامي غلط، يعني معنى كده أن احنا نبطل شغل ونقعد نلبس جلابية مرقعة على باب المسجد نشحت؟ لا، ده أنا بقولك اشتغل عشان تعبد ربنا واكسب فلوس عشان تعبد ربنا. انت بتخرج تشتغل الصبح، رايح تشتغل ليه؟ النية ايه؟ لأكف نفسي وعيالي أكل الحرام وسؤال الناس. أنا عشان ما أكلش حرام وعشان ما أخدش من حد حاجة بشتغل عشان أكسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يبقى أنا باكل عشان أفرد ظهري عشان أقدر أقف أصلي، ده الهدف من الأكل.